نذهب إلى نادي الحسين، حيث عقدت إدارة نادي الحسين يوم أمس جلسة تخللها توجيه الشكر للرئيس عامر أبو عبيد لعدوله عن الاستقالة التي قدمها لأمانة السر قبل 5 أيام. مجلس إدارة النادي قرر حصر جميع المقابلات الإعلامية المرئية والمسموعة والتصريحات الصادرة عن مجلس الإدارة للناطق الرسمي عامر أبو عبيد أو من يفوضه رئيس النادي. وطلب مجلس الإدارة جماهير وأعضاء الهيئة العامة بعدم تداول أي أخبار أو معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، تجنبا للمساءلة القانونية من قبل قانون الجرائم الإلكترونية الجديد. كما قررت الهيئة الإدارية إعفاء مسؤول الفئات العمرية بالنادي محمد مروان التل من مهامه الموكولة إليه. بالأمس إدارة نادي الحسين اجتمعت ويعني شكرت رئيس النادي عامر أبو عبيد لعدوله عن الاستقالة التي قدمها قبل 5 أيام، ودار أيضا حوار كثير في هذا الاجتماع أو هذه الجلسة. ومن أهم هذه أن إعفاء مسؤول الفئات العمرية محمد مروان التل من مهامه كمسؤول عن هذه الفئات، وأيضا جعلت كل الأمور بيد الأمور الإعلامية بيد المهندس عامر أبو عبيد رئيس النادي. يعني هذا الاجتماع اجى على خلفية مشاكل سابقة، يعني هذا أول اجتماع بعد الاعتصام اللي عملوه للجمهور، وإحنا يعني بدناش نحكي تفاصيل اللي صارت في النادي والمشاكل والتوترات وشو اللي صار، لكن نادي الحسين مطالب ب يعني معالجة كل القضايا اللي بتعكر صفو الفريق واللي ممكن تأثر على الفريق. الآن فنيا وماديا الفريق مؤهل للفوز بكل بطولات الموسم الحالي، الكأس والدوري، لما يضم من النجوم ولا الدعم اللي بتقدمه الإدارة، لكن في مشاكل يمكن ما بنتبه لها أو ما بيعطوها اهتمام، وأنا مش عارف ليش ما بيعطوها اهتمام. أول شيء أنت المدام المصاري موجودة ليش بتروح تجيب مثلا مدرب برتغالي معهوش البرو؟ الآن أنت مطالب أنه أنت بدك مدرب برو، أنت راح تجبت أحمد هايل مدير فني، سميته مدير فني، يعني حتى هو يعني يسكر على المدير على المدرب البرتغالي. صار مشكلة، روح أسامة طلال وروح أحمد هايل وظل المدرب. الآن هنا حكمة الإدارة لازم تكون تعالج المشكلة. طبعا هذا كله تداعيات سابقة صارت في تركيا، وصارت في التمرين اللي صار في إربد، واللي صار في على أثره طلع أسامة طلال وأحمد هايل من الفريق. فالنادي ما عالج هذا الموضوع بحكمة، كان يفترض راح جابوا أسامة طلال وأعلنوا وأنه راح يرجع الفريق، ما تواصل مع أحمد هايل نهائيا. يعني أحمد لسه عقده مع النادي لكن الإدارة ما تواصلت يعني معه، أحمد ما رجع للنادي وما يعني وما روحوه، ولا هو يعني لا قالوا له روح من النادي ولا قالوا له ارجع على الفريق. فهذه أمور معلقة، يعني بشغلة بسيطة باتصال هاتفي بكلمتين، يعني أنه بتقول للمدرب الله يعطيك العافية ما قصرت، إحنا ممكن مش راح نحتاجك في الفترة الجاية، أو أنه إحنا في الفترة الجاية راح نحتاجك، وش حتى أنه تعرف اللي لك واللي عليك. أنت بتكسب المدرب وبتكسب الشارع وبتكون شغلك منطقي وعملي، لكن لغاية الآن لسه في بعض التفاصيل يمكن السلبية في الفريق، أعتقد أنه رئيس النادي على علم فيها وممكن يعالجها في الفترة الجاي. كنادي حسين وطالع بقوة للمنافسة على اللقب، أنا بعتقد أنه رئيس النادي اللي بيشتغل وحاب ينجز يعني مطالب أن يكون حواليه يعني لجنة استشارية من أبناء النادي المحبين للنادي اللي بيعرفوا كل التفاصيل واللي قلبهم على النادي، حتى أنه يفيدوه في كثير من التفاصيل اللي تخدمه في المرحلة المقبلة. وأعتقد أنه الفريق الآن مؤهل للمنافسة في كل البطولات، شريطة أنه يتجنب هذه التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تأثر على الفريق. السؤال المهم يعني ليش المشاكل؟ الأمور ممتازة، متصدر دوري، بقدم أداء ممتاز، يعني مرشح أول للفوز بالدوري وبالكاس، ليش هاي المشاكل السؤال خالد؟ المشاكل يعني في ناس ما بتحب مش يعني كل في ناس ما بتحب أنه أنا فريقي مثلا ياخذ بطوله او انه فريقي يكون افضل فريق بالاردن مثلا.
ايش كل اللي في المنظومه اللي بيكونوا معك يعني بيحبوا انك تنجح يعني احيانا انا بروح على النادي كيف بدي عامر ابو عبيد يجيب البطوله بدي اياه فانا معه بس بشتغل ضده هيك ليش من انا يعني انا دافع فلوس ودافع عشان اجيب بطوله يعني انا بكون اشتغل معك وبجنبك بس انا بدي اياك تنجح كل شيء تنجح بدي اياك تنجح انا بشوفك بتروح وبتيجي وايش وانا بدي افشتك بس انا بالظاهر اكون معك وانا متكسب من وراك وانا بشتغل ظاهريا معك واعلاميا معك لكن انا بختلف معك في فرق بين انك تختلف في الاراء لحب النادي ولمصلحه النادي وفي فرق انه انت تختلف لمصالح خاصه نعم فاللجنه الاستشاريه في نادي الحسين من 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 كبار اللي اشتغلوا مع فريق الحسين في السنوات الماضيه اعتقد انه هو مطلب في الفترة الجاية هو فقط استشارات يعني أنت كرئيس نادي وكإدارة أنت صاحب القرار التنفيذي في النادي لكن مش غلط أنه أنت تسمع لاستشارات من ناس اشتغلوا في النادي ومضوا سنوات في العمل الإداري حتى أنه يكون في نجاح خلال الفترة الجاية وهذا اللي احنا نتمناه يعني فريق الحسين أعتقد يستحق بكفي انه جمهور رجع للمدرجات يعني هذه نقطه ايجابيه للكره الاردنيه بشكل عام لكن عامر ابو عبيد قادر ان يحل هاي المشاكل طب هو عامر ابو عبيد يعني هو تحدث أنا فيها في بيان كامل يعني انه انا قادر يعني احل كل المشاكل انا يمكن شخصيا ما بعرفه لعامر ابو عبيد لكن يعني اللي حواليه بيحكوا انه يعني شخص كثير خلوق كثير يعني احيانا الخلوق كثير صعب انه تتعامل مع المجتمع يعني بدك شويه صح. بدك شويه شده حتى انه انت تتعامل يعني يعني للاسف انا بقولها مش كل الناس اللي حواليك يستحقوا الاحترام يعني احيانا انت بدك تبين توريهم العين الحمراء يعني بدك تشد في بعض المواضيع وبدك تزعل سين وبدك ترضي صاد حتى انه تمشي المنظومه لكن انه تتعامل مع الكل وكانهم ملائكه اعتقد انه هذا بيقود للفشل نعم.